هذا ويمتد تاريخ اللؤلؤ في البحرين إلى نحو 4000 عام، ولا تزال المملكة تحتفظ بصدارة إنتاج اللؤلؤ في العالم. ويذكر المتخصصون ارتباط تاجر المجوهرات الفرنسي جاك كارتييه بعلاقات جيدة مع البحرين، وهو الذي زارها عامي 1911 و1912، حيث يذكر الرحالة أندرو بيت كروفت أنه زار صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين آنذاك، وأعجب كارتييه بالآلة البحرينية المعروفة بجودتها وندرتها على مستوى العالم.